قول لي في اي جديد؟ لسه بندور على لميا بس للاسف مش لاقينا، بس ما تقلقيش قريب قوي هتتجاب. امي ما تخش جوه. امي ممكن اعرف بقى مين سيادتك طالما الهانم ما بتردش؟ معاكي المقدم رحيم السيوفي من الامن الوطني. امن وطني؟ ايوه. انت عارفه طبيعه شغلنا ساعات يعني تخلي شكلنا، انت فاهمه مش كده؟ انت سهير. بس والله العظيم يا باشا احنا مالينا دعوه باي حاجه. عارفينك يا سهير، انت كويسه. شوف يا سهير، داليا هانم بريئه وانا بحقق معاها عشان اثبت براءتها. وراح بعمل لنا كوبايتين شاي عشان هنتكلم كلام مهم. هما كمان عارفوا طريقتنا؟ منك الله منك الله. اديني ثبتها لك اهو عشان تخف عنك شويه. رحيم شوف لي مكان تاني اقعد فيه، اديك شايف الخنقه اللي انا عايشه فيها دي. حاضر، بس استحملي شويه، مش عايزين نفتح على نفسنا فتحه دلوقتي، على الاقل لحد ما نلاقي لمي. وقريب قوي هحللك موضوع المكان ده. يا رب. طمني عليك، انت في عندك جديد؟ الحمد لله رجعت القصر والمركب. الحمد لله. عقبال ما ترجع كل حاجة. كل حاجة كل حاجة. ولا هشام رايحين فوق؟ تعرفش عايزنا في ايه؟ يمكن عشان نحضر نفسنا عشان ننقل القصر كلنا. لا في حاجة مش مريحاني. حاجة ايه؟ مش عارف، أنا قلت استناك ونطلع مع بعض. طب يلا بينا. يلا. حلمي معايا، تعالى يا حلمي. تعالى يا عم وأنت غريب. صباح الفل. صباح الخير. صباح الفل يابا. يا لهوي. ابو ورده يا نجس، ابو ورده يا كلب، ابن الكلب. تفو عليك وعلى اللي رفضوك. ابو ورده اللي قتل اختك. خس 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 خس. استهدى بالله بس يا حاج بدر، استهدى بالله، انا هفهمك الموضوع. فهمني انت كمان يا سحل، هتفهمني ايه يا كبير يا عاقل؟ بتمشي على هواه بدل ما تعقله. الحكايه حصلت غصب عني، الواد استنجد بيا، كنت عايز نسيبه يعني. ايوه يا اخويا سيب، سيبه وتعالى قول لي، او قول لرحيم اشتغل على وسخته تبقى اوسخ منه كمان. كده انا مش واسخ، انا كنت بنقذ مراتي. وهو خطف مراتك ليه يا رنة؟ مش من عمايلك معاه قبل كده؟ خلاص يا حاج بقى، خلاص خلاص. كنت عايز نعمل ايه يعني؟ ابنك اتحبس وهو سابني وسط ناس زباله. كنت عايزنا تطي ولا اعمل اي حاجه تخلينا فوق؟ يلا خلاص يا حاج، خلاص يا حاج، خلاص يا حاج. حسبي الله ونعم عليك بيتا. اوعوا سيبوني. اهدى يا حاج، اهدى يا خويا. عاجبك كده؟ ابو ورده الكلام ما ملوش فايده. في ناس ما تربتش على الاصول، وانا هربيك. تربيني؟ انا مش صغير يا رحيم. وانت حسابي معاك بعدين. رحيم الموضوع مش زي ما انت فاهم يعني. الكلام خالص خلاص يا حلمي. لا مخلص، انت جزاتي في الاخر وقفني زي التلميذ قدامك، وفي الاخر عايز تسيبني وتمشي. كل اللي انا فيه ده بسببك انت. بسبب ايه؟ ايوه بسببك. لو انا كنت عايز احمي حاجتك وفلوسك واهلك وانت مرمي في السجن، ما كانش عماد وامينه وسامي وسيد قلبوا عليا ونطروني من الهبره دي كلها. كان زماني دلوقتي واقف على رجلي يا راجل. ده انا مش قادر ادفع مصاريف جامعه البت. يا ريتك ما كنت سبت عماد وامينه وسيد. كل ده كان اهون عندي من انك تحط ايدك في ايد ابو ورده. انا ما حطيتش ايدي في ايده، اسمها سلكت راس اخوك من ايده. مين بقى اللي سلك راسك وراسه من ايد ابو ورده؟ عماد. عماد؟ ازاي؟
قال عشان العشره اللي بينك وبينه والهاري ده. على العموم اخوك عندك، اعمل فيه اللي انت عايزه. رحيم ما تتكلمش معايا تاني بالشكل ده، فاهم؟ الغدا جاهز يا سيد. ايه يا اخويا مالك؟ مالك يا سيد؟ يوه مالك يا سيد؟ فهمني فاتفضلي. ما ينفعش. هو ايه ده اللي ما ينفعش؟ انا سيد الوكيل، حب ياخدني تحت بطه ويسحبني زي الخروف قدام اللي يسوى اللي ما يسواش. لو كلمت اكتر من كده هموتك. ليه بس؟ انا عملت ايه؟ انا ذنبي ايه بس؟ عشان ما تستعبطي. طب وعزة جلالة الله؟ انا ما اعرف حاجه، فهمني بس في ايه؟ وعزة جلالة الله ما اعرفش حاجه. مش انت يا بت اللي قلت لي خرج رحيم من الحبس وهو هيشيلها لك جميله؟ اه هيشيلها جميله. وشفط شفط المركب وسرقها مني. سرق المركب شقى عمري 7 سنين، 7 سنين بشقى عشان اكبر المركب، ويجي هو ياخدها على الجهاز. يعني انا مش موجود، الملكة دي مش كانت راحت مع كل الحاجات اللي راحت لما اتسجن؟ الأصل ده، الأصل ده مش كان خرب وبقى خراب على أصحابه؟ أبشرك يا رحاب، رحيم بيلم حاجته ومحتاجه وجاي، جاي عشان يرمينا في الشارع زي الكلاب. اهدى بس اهدى، إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ مش معقولة طبعًا، يعني مستحيل يعني رحيم ياخد المركب ويسيبك كده، وبعدين مستحيل كمان يطردنا من القصر زي انت ما بتقول. ضحكتيني. هو انت عايزاه يقعدني على البارة نازل مشاريب للزباين، ولا اقول لك يجيب لي اوضه الجناين؟ أنا هعيش في أوضة الجناين، جوزك هيعيش في أوضة الجناين يا رحاب. ولا عمره يحصل الكلام ده أبداً، سيبني بس وأنا هتكلم معاه. حسك عينك، ده أنا هخلي رحيم يمشي في جنازتك الصبح لو عرفتني اتكلمتيه. هو أنت فاكرة يا بنتي يعني لما تقولي له كده هيقول لك رجع له تعبه وشقاه؟ ده مش بعيد يفتكر إن أنا خايف منه. آه وطالب رضاه، قوم هو بقى يسوق فيها بعينه. بعينه انا ما اتكسرتش من سيوفي، ما اتكسرتش، ويمين الله لرجع كل حاجه بدراعي. اهدى يا اخويا، اهدى، لا يحصل لك حاجه من الزعل. رحيم لا يمكن يأذي جوز اخته. انت عايزه تجننيني؟ عايزه تجننيني تاني؟ ايه؟ يعمل معايا ايه؟ رحيم ما يقدرش يعمل معايا حاجه. انا لو عايز أذيك كنت عزيته من زمان. انا عايز اهدى يا سيد. انا هزعله فيه. خلاص كل حاجة. بس يا سيد حرام عليك نفسك يا اخوي. حرم الحب جمع لرحيم ابني. عارف حد؟ القلم اللي انت ضربته لهشام ده كأنه نزل على وشنا. أنا عمري ما أقدر أمد إيدي عليك أبدا يا رحيم، أبدا. هشام غلط، بس صدقني يا أبا كان غصب عنه. يعني أنت لو مكانه كنت عملت كده؟ هشام حاجة تانية. ريته كان زيك. لا هشام أحسن مني بكتير. ده درس في أحسن مدارس، وتربى في عز
اتربى وسط اولاد الناس. يا ريت اتربى زيك يا رحيم. اتربى زي ازاي بس؟ ده انا متربي في اصلاحيه. عشان راجل. ايوه يا ابني عشان راجل. راجل وعملت اللي انا ما عرفتش اعمله. انت بتقول ايه يا ابني؟ امال مين اللي عامل العيله دي؟ مين سبب وجودنا كلنا؟ مش انت؟ انت الكبير يا حاج. لا يا ابني. انت اللي عملت كل ده. وفوق ده كله جبت حق شرف عيلة السيوف كمان. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا عارف يا رحيم. عارف كل حاجة. وعارف انت ليه دخلت الاحداث. عارف. بس مش قادر اتكلم. وعارف انك انت اللي حرقت الراجل اللي كنت عارف يا بابا. ما تعمل حلم فيه ايه؟ مستلي مستلي يا رحيم يا حلم. يلا يا عيال الاكل جاهز. الحاجة بس تعبانة فوق، ممكن بس تطلع تساعديها؟ أنا الاتنين هخلص اللي ورايا واطلع لها على طول، عن إذنك.